القضية هي هنا عنوانها. اليوم القانون اللي شرع في هذه الدورة الماضية من أسوأ القوانين اللي موجودة من بداية 2003 لحد الآن، من بداية تشكيل الحكومة والدورة الأولى لمجلس النواب لهذا يومنا اللي موجودين. يعني هذا القانون لا يصلح أبو فيصل أنه يكون قانون لمجالس مخاتير محلات، مو مجالس نواب، مخاتير محلات. أنا أتكلم لك عن 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 الواقع الأساسي. اليوم قوى سياسية متنفذة